صارت معنا عبر الهاتف السيدة وفاء حبيب أم علاء لتعرفنا أكثر على حظوظنا وأخبار أبراجنا. يسعد صباحك ست أم علاء. أهلين، الله يسعد لي صباحك فاتن، كيفك؟ تمام، كيفك اليوم؟ كثر خير الله، الحمد لله. سعد صباحك ست وفاء. الله يسعد لي صباحك، يعطيك العافية، شو أخبارك؟ الله يعافيك، الحمد لله كثر خير الله، الحمد لله. يا هلا. القمر وين اليوم؟ القمر ببرج السرطان ببيته يعني، فمتابع الحظ طبعا. الأبراج المائية هي الأكثر حظا، تابع الحظ مع مواليد برج الجوزاء وبرج الثور، وتحسنت حظوظ كثير مواليد برج العذراء إن شاء الله. وهلأ أكيد رح نعرف التفاصيل برج برج، ونبلش مع مواليد برج الحمل ونقول لهم يسعد صباحكم. طبعا انتم الاقمار مها وفاتن. تسلمي، شكرا. الله يخليكي، وصباح الخير لكل كادر قناه اوغريت، صباح الخير لكل متابعين على قناه اوغريت، وصباح الخير لكل مواليد برج الحمل. طبعا اليوم القمر ببيته الرابع في عقر داره، فعم يعطي انشغالات بامور شخصيه عائليه منزليه بكل ما تحمل هذه الكلمات من معنى، مثلا شخصيه بتخصه بالارتباط، إما عقد ارتباط مثلا أو مشاحنات وخلافات تؤدي لترك أو زعل، مثلا شيء بشغله إما إيجابي أو سلبي، شيء بصحته أيضا إما إيجابي أو سلبي، مثلا إذا كان مريض شفاء من مرض أو الله لا يقدر بيمرض، مثلا بعائلته كمان إضافة في نطاق الأسرة أو خسارة، سفر لأحد أفراد الأسرة إضافة في نطاق الأسرة، أفراح، مشاكل، مشاحنات، خلافات، ربما مرض، منزلية مثلا بيشتري بيت، بينتقل لبيت، بيستأجر، بيرمم، بيصير عطل، بيصلحه، مثلا بيستأجر سيارة، أرض، كل هالأمور هاي شغله الشاغل اليوم لمولود برج الحمل. إن شاء الله تكون الانشغالات إيجابية وما يكون عنده انشغالات سلبية. هلا بدنا نقول صباح الخير لكل مواليد برج الثور، كيف رح يكون حظهم بهيدا اليوم؟ صباح الخير لكل مواليد برج الثور. إذا ما قبض أموال بالأيام السابقة، عنده قبض أموال، عنده اهتمام بالإخوة، شؤون الإخوة، مصالحات معهم، بيخلق له أخ صغير، عنده أيضا يعني بيلعب دور المصلح اليوم، ذكاء، سرعة بديهة، ممتاز للحكي، للطلب، للتواصل، للتنقل، للسفر، للاتصالات، لكل شيء. فيومه لمولود برج الثور ناجح جدا مهما كان عمره وشو ما كان بيشتغل، فالنجاح اليوم مرافقه لمولود برج الثور. ان شاء الله دائما يكون مرافقكم هيك الحظ مواليد برج الثور. وهلا وصلنا لمواليد برج الجوزاء، بدنا نصبح عليهم وشو مخبالهم الفلك لليوم. بدي صبح عليك فاتن على كل مواليد برج الجوزاء، الله يخليك. طبعا اليوم ممتاز جدا جدا لقبض الاموال، بقمة الاولويات هو المال، يعني اليوم مثلا بجوز تزداد النفقات او المصاريف، اليوم كرمه حاتمي، بيصرف مصرياته، بعيش على مبدا اصرف ما في الجيب ياتي كما في الغيب، الامور الماليه ممتازه، عمليات البيع والشراء، سند امانه، بوليس التامين، كل ما يتعلق بامور المال اليوم اخذ دفع، كله شغله الشاغل لمولود برج الجوزاء. ان شاء الله تصرفهم بالهنا يا رب. هلا بدنا نقول صباح الخير لكل مواليد برج السرطان، خبرينا اكثر عن حظوظهم. صباح الخير لكل مواليد برج السرطان، اليوم القمر قمره عم يطل من برجه، فعم يعطيه اطلاله جدا رائعه، ثقه بالنفس كثير كبيره، اموره ممتازه، البدايات ممتازه، عنده كاريزما خاصه فيه. اذا بدك تبدا بعمل جديد ابدا، اذا عندك تغيير بالمظهر الخارجي اعمل التغيير لانه الوقت مناسب. عنده قبض أموال من اليوم لمدة 6 أيام، يعني كل أموره لمولود برج السرطان ممتازة. كل إنسان حسب شغله، حسب ميوله، حسب اهتماماته، فاليوم النجاح والانطلاق حليف لمواليد برج السرطان. إن شاء الله دائما أخبار حلوة. وصلنا لمواليد برج الأسد، بدنا نصبح عليهم شو نخبالهم الفلك لليوم. صباح الخير لكل مواليد برج الأسد، طبعا اليوم فارغ من الحظوظ والطاقة، كل أمورهم في غرفة الإنعاش والانتظار لبعد بكرة، بدكم تطولوا بالكم، يعني يعيشوا حياتكم الروتينية ولكن لا تبدأوا بجديد مصيري لأنه ما كتير بينجح. اليوم في تأخير، تأجيل، مماطلة، تسويف، ضياع، نسيان، رؤية غير واضحة، ما تاخذوا قرارات حاسمة، الأمور مبهمة، بجوز يغوص اليوم مولود برج الأسد
بغياه بالماضي يتذكر ذكرى يزرف دمعه. طول بالك اليوم، يعني عيش حياتك الروتينية، تفقد أغراضك أشيائك، إذا كنت طالع برات البيت روح بكير مشان توصل بكير. بجوز هو مثلا مسافر بيجي لأنه عنده تأخير، بجوز يتأجل موعد سفره أو يصير معه عطل، مثلا هو مسافر يتأخر وصوله. بعض مواليد برج الأسد ما بيحبوا يطلعوا برات البيت، بيأسوا بيمرضوا، بفضل البقاء بسريرهم. لا، أنا بقول لهم لازم تتفائلوا بالخير، لأنه تفائلوا بالخير تجدوه، ولكن لا تبدأوا بجديد مصيري. وهلأ بدنا نقول صباح الخير لكل مواليد برج العذراء، كيف رح يكون نهارهم؟ صباح الخير لكل مواليد برج العذراء. هو من الأبراج المحظوظة طبعا، الشمس عندهم، واليوم القمر بموقع مناسب، وخصوصا للسفر والحياة الاجتماعية والمعارف. اليوم مثلا مولود برج العذراء اللي بدهم يسافروا سفرهم ميسر، اللي عندهم مثلا واجب اجتماعي انا بقول لهم قوموا فيه، اللي حدا عازمهم لمواليد برج العذراء على سهره، يعني ليل ونهار ممتاز لسهره او لحفله او لمشاركه او لتسليه لغدا، فانا بقول لكم روحوا لانه كثير رح تنبسطوا. الحياه الاجتماعيه اليوم تسعدكم تبنشكم، حتى العمل الجماعي، تواجدكم بين الاحبه والاصدقاء. انا بقول لكم اذا ما طلعتوا انتم برات البيت اعزموا العالم لعندكم، لانه اليوم مناسب جدا، واللي عنده واجب اجتماعي يقوم فيه، مثلا زياره مرضى، عرسان، ما شابه ذلك، الامور ممتازه. فيوم لمولود برج العذراء ناجح، وخصوصا للحياه الاجتماعيه ان شاء الله دائما. وهلا وصلنا لمواليد برج الميزان، بدنا نصبح عليهم، شو اخبارهم لهيدا اليوم؟ صباح الخير لكل مواليد برج الميزان. اليوم القمر باعلى نقطه والشمس في بيت 12، فبده يدير باله من اي خطه بيعمله، لانه اليوم اموره تحت المجهر، هو معرض للرقابه والتفتيش. اذا غلط بيهتز عرش مملكته، بيخسر شغله، يخسر سمعته، بيتعرض للقيل والقال والمساءلات القانونية، فبده يكون حذر كثير. الممنوع انه تتجاوز الخطوط الحمر، ما تعمل على مبدأ خالف تعرف، ما تحط العصي بالدوالي، بكون سلس لين حتى يمر هاليوم بدون ما يسبب لك شيء قانوني بالمستقبل. بالشيء الإيجابي بيحصلوا على مركز بالعمل، ترقية أو شهرة عالية جدا، والمهم النظام والدقة بهاليوم. هلا وصلنا لعند مواليد برج العقرب، بدنا نصبح عليهم ونعرف كيف رح يكون حظهم بهذا النهار. صباح الخير لكل مواليد برج العقرب. طبعا ممتاز يوم، لانه الاجواء مثل ما قلنا مائيه بامتياز، وحتى الشمس بموقع مناسب، فاليوم ممتاز لمولود برج العقرب اذا كان حابب يسافر سفر ميسر، حتى تنقلات الداخليه. اذا كان عنده شيء له علاقة بتوقيع أوراق أو مسابقة، كمان اليوم يعني بتوقع أوراق وبيحصل على نجاح أيضا بالمجال اللي عم يفوت فيه، وعنده حياة رومانسية عالية جدا ورائعة جدا. يعني اليوم مولود برج العقرب كثير هادئ وبغنج أحبائه، تواجده بين أفراد عائلته بيكون كثير عائلته تحت جناحه مبسوط وسعيد. فيومه لمولود برج العقرب ممتاز جدا، وأيضا للحياة الاجتماعية ان شاء الله دائما. وهلا وصلنا لمواليد برج القوس، بدنا نصبح عليهم وشو اخبارهم لهيدا اليوم؟ صباح الخير لكل مواليد برج القوس. اليوم عنده انشغالات بامور ماليه، قانونيه، عقاريه، ارثيه، استشفائيه، صحيه، اتصال او اتصال احد افراد العائله. يعني اليوم اذا ناطر مال من خلال قرض او سند امانه، او حتى من الخارج، او بده يسحب مال من البنك او يحط، كله ممتاز. كل ما يتعلق بامور المال، وقد يحصل على مال من خلال امراه، او يحصل على ارثه اذا كان حاطط قضيه قانونيه بتخص ارث او عقار، اليوم بيحصل عليهم، بيسترجع حقه، استرداد حقوق، نجاح اذا كان عم يتقدم بامتحان. واللي عندهم قضيه قانونيه ان شاء الله يبث فيها لمصلحتهم، واللي كانوا مرضانين عندهم اليوم استشفاء صحي، سلامه للكل، وقد يضطروا للاهتمام بصحة المقربين ويعملوا لهم فحوصات وتحاليل. فيوم لمواليد برج القوس ناجح جدا. نعم، وهلا بدنا نقول صباح الخير لكل مواليد برج الجدي، شو اخبارهم هذا اليوم؟ صباح الخير لكل مواليد برج الجدي. طبعا اليوم يوم الشراكات العاطفيه والعمليه، اما ايجابا او سلبا. يعني بالشكل الايجابي مثلا مناسب لخطبه، لزواج، اعتراف بالحب، للقاء بشريك الحياه، لياقه شراكه عمل. بالسلبي بجوز من عصبيته اليوم، لانه مولود برج الجدي كثير عصبي، يخسر شراكاته، توصل الامور لطريق مسدود، يخسر احبائه، يسلحوا دبال، يتطلقوا،
تصير مشكلة. اليوم يا مولود برج الجدي احتفظ بهدوءك وحاول ما تستفز حدا وما ترد على الاستفزازات، وكثير خلي بالك طويل، لأنه إذا طولت بالك يعني هن يومين وبمروا، فطولة البال اليوم مكتوبة من مولود برج الجدي حتى ما يخسر شراكاته العاطفية أو العملية. إن شاء الله يمر على خير. وهلا وصلنا لمواليد برج الدلو، بدنا نصبح عليهم وشو أخباره لهيدا اليوم. نصبح معها، يسعد صباحك مها وكل مواليد برج الدلو، الله يخليكم. طبعا اليوم عمل وصحة، يعني كل ما يتعلق بأمور العمل اليوم بيتوجه لشغله. بعض مواليد برج الدلو نشيطين، بيشتغلوا كثير من الصبح لآخر الليل، هن منجزين. البعض الآخر لأنه بيشعروا قد يمرضوا، فبيجوز يطلبوا إذن بالتغيب ما يروحوا على شغلهم، أو يهتموا بصحة المقربين. بعض مواليد برج الدلو مثلا عندهم نقلة بالعمل، ترقية من نوع ما، مركز، مسؤولية، عمل إضافي، تقاعد، كل ما يتعلق بأمور العمل والصحة اليوم بقمة الأولويات عندك يا مولود برج الدلو. السلامة للكل. سلامة للجميع يا رب. وهلأ وصلنا لآخر الأبراج، وبدنا نصبح على مواليد برج الحوت، كيف رح يكون يومهم؟ صباح الخير لكل مواليد برج الحوت. طبعا القمر في موقع مناسب، ولكن الشمس في بيتهم السابع، فعندهم المتزوجين عندهم اهتمام بالأولاد، ولادة ابن، سفر الأولاد، صحتهم، دراستهم، كل ما يتعلق بأمور الأولاد. العزابية عندهم شيء عاطفي، لأنه لمدة شهر عندهم ارتباط، فإن شاء الله يكون ارتباط. بالشيء السلبي أنه ينتبهوا من فضل الارتباط. اليوم في راحة وطمأنينة عاطفية وعائلية. يقطفوا مواليد برج الحوت ثمار جهودهم، بيحصلوا على كل شيء بدهم اياه، فيومهم ممتاز جدا لانه الاجواء مائيه وبامتياز. ان شاء الله دائما هيك الاخبار حلوه ومتفائله. وهلا وصلنا لمواليد برج اليوم، مواليد 1/9، بنقول لهم كل عام وانتم بالف خير، ان شاء الله ايامكم كلها اعياد، وشو مخبالهم اليوم والسنه القادمه. صباح الخير لكل مواليد 1/9، ان شاء الله اقبال المئه نادى لكم بالخير والصحه وتحقيق الاماني والامنيات. من 1/9/2021 حتى 1/9/2022 كل ما يتعلق بالحياة الاجتماعية والسفر والمعارف والتسالي والسهر والواجبات الاجتماعية والزيارات والاستقبالات شغلهم الشاغل، يعني سنتهم اجتماعية بامتياز. أما كيف حتى رأس السنة عندهم بالصحة جزء العلوي من الجسم، أمور السفر جدا ميسرة إذا كانوا حابين يسافروا، في استملاك منزل اللي ما مالكين منزل، في ارتباط بخطبة أو زواج مفتوح حتى نهاية 2022، في إضافة في نطاق الأسرة، بيقوى عنده الإحساس بالواجب، بيساعد الأحباء بمناسبات كثيرة. إذا صارت مشاكل مع شركائكم قعدوا على بساط أحمدي واحكوا بصراحة، في شيء له علاقة بعملهم أيضا، ومثل ما قلنا صحتهم جزء العلوي. في 2022 يعني الطلاب اللي عم يدرسوا مثلا او المتزوجين يديروا بالهم هيك على علاقاتهم، على دراستهم، لانه بيحسوا انه امورهم بدها اعاده تاهيل، بحبوا يقعدوا مع حالهم، في هروب من التشويش والضوضاء، بتخف كثير المتاعب الصحيه، ولكن بضل عندهم هاجس انه يعني عوده للذات، اهتمام بالسمعه، هالامور هاي رح تكون شغلهم الشاغل لمواليد 1/9. افضل الاشهر هن شهر ايلول، تشرين الاول، تشرين الثاني، ايار، وتموز 2022. ان شاء الله يا رب عام سعيد امر مديد، بتمنى لكم مع دوام الصحه والخير وتحقيق الاماني والامنيات. نحن ايضا بدورنا بنتمنى لهم سنه حلوه يحققوا فيها كل احلامهم وامالهم، وبدنا نشكرك ست وفاء حبيب لتواصلك معنا وطلعنا على اخبار ابراجنا، ويوم حلو لإلك، يسعد صباحك. شكرا، الله يحلي ايامكم، يسعد لي صباحكم، ان شاء الله بتقضوا يوم رائع مثلكم. يسعد صباحك. اهلين، باي باي، صباحك.